النهارده موضوعنا الاولاني هو الانعاش الوليدي، خلاص، او النيونيتال ريسوسيتيشن، الانعاش الوليدي او النيونيتال ريسوسيتيشن. الريسوسيتيشن بروسس ديزاين تو ترانسميت ذا نيونيت فروم ذا فيتال بيريود تو ذا نيونيتال بيريود. يعني انت عايز تنقل البيبي من الانتراكراين لايف للاكستراكراين لايف، خلاص. طبعا معظم الاطفال بتنقل لوحدهم من غير مساعدات اصلا، لكنك ساعات بتحتاج انك انت تساعدهم عشان يعرفوا ينقلوا النقله دي. طب ايه هو الفرق بين الانتراكراين لايف والاكستراكراين لايف؟ ايه الفرق الرئيسي؟ واحد اللنج، وبالتالي الاكسجين كونسنتريشن. رقم 2 الهارت، في حاجه اسمها فيتال سيركيوليشن وحاجه اسمها الماتيبول سيركيوليشن، دي غير دي خالص. وبالتالي الفروق الرئيسيه انك انت عايز تغير السيركيوليشن، تزود الكارديك اوتبوت، تمنتين الاكسجينيشن، بروبر لونج انفليشن، الحاجات دي كلها هي اللي انت عايز تعملها. طيب ازاي نعمل الكلام ده؟ النيونيتال ريسوسيتيشن هو الدور اللي منوط بيه دكتور الاطفال في اوضه عمليات النساء والشباب، خلاص. المفروض ان اي عمليه توليد، سواء كان هذا التوليد ولاده طبيعيه او قيصريه او ولاده طبيعيه مع حاجه صغيره كمان زي الجوتنس هنتعرف ان شاء الله فيما بعد، المفروض ان الدكتور بتاع الاطفال يكون حاضر جنبا الى جنب مع دكتور التخدير، طبعا جنبا الى جنب مع دكتور النساء والتوليد فضلا عنه يعني، تمام. ايه بقى هي الحاجات اللي دكتور الاطفال بيعملها؟ اول حاجه طبعا دكتور الاطفال هيكون موجود قبل الولاده بدقائق بسيطه، هيكون مجهز الادوات بتاعته اللي هيستعملها، هيبدا يكون في سترايل تاول، بقى في فوطه محطوطه في الاوتوكلاف وجاهزه ومعقمه وهو واخدها في ايديه. اول ما البيبي ينزل يبقى دليفر، بيقوم دكتور النساء والتوليد جاي على عمليه الكورد حاطط عليه ارتري. ارتري ده عباره عن ايه؟ حاجه زي ماسك كده بيقدر يقفل، ويقوم جاي قاطع بيه المشرط ويديك البيبي على التاول. تاخد انت البيبي وتحطه على الهيب، تبدا تنشف الجلد بتاعه بالتاول اللي معاك. تنشيف الجلد ليه؟ عشان ما نعملوش هيت لوس، احنا عايزين نحافظ على الحراره بتاعته. من ضمن الايتمز برضه الانكلودد في الريسوسيتيشن، واحطه تحت الهيبر واجيب الشفاط واشفطه في ثواني كده. في عندي بق ومناخيره، افتكروا ابدا ببق ولا بمناخيره؟ وليه؟ ببق طبعا. ليه؟ لا بنات النيزل فريزر مش ماوس خالص، وبنات النيزل فريزر سموه في الام دي. لا هنعمل ماوس سبب بسيط جدا، لان اكبر كميه سكريشن بتكون موجوده في الماوس، فانا عايز اخلص من كميه سكريشن كبيره بسرعه، فبحط القسطره قسطره التشطيب في بق البيبي، وبعدين بحطها يمين وشمال، بيكون عدى ثواني بعد الولاده. بعد ما الثواني دي تعدي نبدا نعمل الابجر سكون. الابجر سكون هو الطريقه اللي هعرف بيها اذا كان البيبي عنده اسفكسيا ولا ما عندوش. كذلك الابجر سكون هو الطريقه اللي بناء عليها احدد ايه اللي هعمله بالظبط لهذا البيبي، خلاص. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. الابجر سكون، الابجر سكون اللي عملت له البرايمري ديزاينيشن كانت واحده ست، كانت ان افضل، ودي سوبر نيرس يعني ما كانتش دكتوره، كانت يعني ايه مس كبيره شويه في المحضن. عملته وطبعا بقى سيرتيفايد، كل الناس بتستعمله وورلد وايد في النيونيتال ريسوسيتيشن، احنا بنستعمله فعلا في مستشفى الجامعه يعني من زمان جدا جدا جدا. طيب الافضل سكول سيستم هي اسمها ان افضل، خلاص. لكن احنا مصريين بنعرف نظبط الدنيا شويه، ها الاي خليناها ابيرنس، البي خليناها باس، لكن هي اصلا اسمها افضل. يعني ده زي ايدز اكوايرد اميون ديفيشنسي سندروم، هو كان واحنا عندنا ايدز، لا 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 ده هي احنا الافضل، واحنا جايين مظبطين الكلام بتاعها عليه. خمسه ايتمز بنناقشهم، هما الابيرنس والبالس والجريماس والاكتيفيتي والريسبيريشن. الابيرنس يقصد بيه الكلر. طب ليه ما تقولش كلر؟ عشان نخليها ايه بس مش اكتر، ماشي؟ ابيرنس. البي الهارت ريت، فبنقول عليها ايه؟ البالس. الجي ريسبونس تو كاسيتر ان ذا نوز، طب ايه علاقتها؟ هنعرف. الاكتيفيتي والريسبيريشن، والاكتيفيتي يقصد بيها الماسل تو، خلاص؟ خمسه ايتمز مرتبطين ببعض ارتباطا شديدا. هو البيبي لو كانت اللنج بتاعته كويسه هيبقى الاكسجينيشن بتاعه كويس، وبالتالي الكلر بتاعه هيبقى كويس، وبالتالي الهارت برضه السيركيليشن هتبقى كويسه، فالاكتيفيتي بتبقى كويسه. لكن لو كان اللنج وحشه
هيبقى الكلر وحش والاكتيفيتي وحشه والهارت هيحصل له برادي كارديا ممكن حتى يبقى الريسك. وبالتالي الخمسه دول مرتبطين ارتباطا وثيقا ببعض. انا بقيمهم في اول دقيقه من حياه البيبي وبطلع النتيجه بتاعتي وبدي درجات تتراوح من صفر لاثنين لكل ايتم من الايتمز دي. وتعالوا نشوف التقييم بيتم ازاي. هي الدرجة القليلة، واحد واثنين هي الدرجة النهائية. لو البيبي اتولد البودي بتاعه كان بينك، وطبعا البيبي ما بيكونش لونه عادي زينا، بيكون لونه اكثر احمرارا مننا، بيكون بينك. مش معنى ان الهيموجلوبين ساعة الولادة معروف انه من 17 ل 20 جرام للجسم، او من 16 ل 20 جرام للجسم. ليه الهيموجلوبين عندهم عالي قوي كده؟ لان اثناء الانترايتراين لايف كانوا معرضين للانترايتراين هايبوكسيا. فالانترايتراين هايبوكسيا عامله ستيميوليشن للبول مارو انه يصنع ار بي سيز كتير. فالطبيعي ان البيبي ساعه الولاده عنده بوليسايسيميا، ولو ما كانش كده يبقى في غلط، في مشكله في ما. يبقى اول حاجه لازم تلاقي لونه محمر وجميل. لو لونه محمر وجميل دي على الحالتين، الدليل الاولاني ما فيش انيميا خلاص، والحاله الثانيه ان التيشو بالفيوجن كويس، يعني الهار مطلع كارديك او بوت كويس، يبقى الدنيا كويسه، ياخد اثنين من اثنين. امال لو لقيت العيان او البيبي بقى البودي بينك والاكستريميتيز بلو، يعني ايديه ورجليه زرد، ده فين الكوم اللي احنا نشوفه بالفرع عليه كمان؟ هو بس خرج من حراره 37 في الرحم، خرج بره، حاطينه في الاوضه يعني بارده شويه، بالذات في الوقت اللي احنا فيه من السنه ده، ممكن تلاقي ايديه ورجليه مزلقين شويه. ايديه ورجليه مزلقين شويه يعني عنده ريفرال سيانوزس، يعني عنده ستاجنيشن اوف بلاد ان ذا بريفرال تيشوز، وبالتالي لا يستوي مع اللي ما عندوش بريفرال سيانوزس، ينقص درجه. وان كانت مش هتاثر في التقييم الكلي في الاخر. لان التقييم الكلي في الاخر مسموح ان ينقص درجه او درجتين من غير مشاكل، من غير ما يكون عنده اسفكسي او حاجه. اطفال كتير جدا بتنقص الدرجه دي. لكن مش هساوي ده بلا. خلاص؟ البيبي رقم ثلاثه بقى اللي ازرق خالص او بيض خالص ده مشكله حقيقيه. ده هياخد صفر. سيانوزس اور بالون فيل اور بلو ياخد صفر. سيانوزس يا عنده ريسبيراتوري يا اما ميجور كارديك بروبلم، وبالون ممكن عنده سيفير فورم اوف انيميا. فلو عنده سيانوزس او عنده سيفير بالون خلاص ساعتها ياخد صفر. ابو صفر ده طبعا هتستعجبوا عليه دلوقتي بعد شويه. البالانس نورمال الهارت ريت ساعه الولاده من 120 ل 140 ويبقى كذلك طول اليونيتد. خلاص لو كان البيبي الهارت ريت بتاعه اكتر من 100 يبقى مقبول على فكره. خلاص يعني هو 120 لكن لو 110 105 ما عندناش مشاكل قوي. تمام. طب انا هعرف الهارت ريت ازاي؟ تحط سماعتك وتعد الهارت ريت بالسماع. مفيش حد بيحط ايده على بريديال ارتري في النيوريت ويحاول يعد، مفيش غلط منه اساسا. خلاص صعبه جدا طبعا ليتمت في الانتربريتيشن. الاسهل انك تحط السماعه على القلب وتسمع، اديك سمعت القلب وطمنت ان مفيش ميرمرز كبيره برضه، وفي نفس الوقت ايه؟ عديت المنطقة. لو اكتر من 100 ياخد 2 من 2. امال لو اقل من 100 ياخد 1 من 2. طبعا يا جماعه لو حد فينا جاله هايبوكسيا بتكون الريسبونس تاكي كارديا، ولو تشيلدرن جالهم هايبوكسيا بتكون الريسبونس تاكي كارديا. اما لو كان نيونيت جاله هايبوكسيا بيكون الريسبونس برادي كارديا. هنفاجئ يا جماعه ان النيونيت بيتصرف غيرنا احنا خالص. احنا جبنا انفكشن نسخه هو يجيله انفكشن يبرد، احنا يجيلنا هايبوكسيا تاكي هو يجيله هايبوكسيا برادي. وبالتالي يا جماعه لو اقل من 100 يبقى في درجه من درجات الهايبوكسيا ينقص درجه. امال لو مفيش هارت حطيت السماعه وما سمعتش حاجه زيرو هارت ريت يبقى ياخد زيرو برد. واحد يقول يعني ايه زيرو هارت ريت؟ اصبروا اصبروا عليه ما اشوف اخرته خلاص. ثالث حاجة بنحط القسطرة الأنفية تحت التشفيط في مناخيره. خلاص؟ يا جماعة أنا جيت على أي حد فيكم يعني دلوقتي جاي حاطط حاجة في مناخيره. خلاص؟ لبسة قلم مثلا ماشي قسطرة بتاع إيه اللي هيحصل؟ يا هيعطس يا هيكح. كذلك البيبي ساعة الولادة يا هيعطس يا هيكح. خلاص؟ إحنا ساعة الولادة بنشفط إزاي؟ معلومة على جنب. أول ما البيبي جه وخدناه في إيدينا حطيت الشفاط فين؟ في بقه، وبعدين طلعت اثار التشفيط حطيتها في الرايت نوستريت، وبعدين واقوم جاي طافي جهاز الشفاط. ليه؟ هو الشفاط ده بيعمل نيجاتيف ولا بوست بريشر؟ نيجاتيف عشان يشفط مش كده؟ واقوم جاي داخل بالقسطره بتاعتي للنيزوفاريكس.
بعدين افتحه تاني واشفط من ميزوفيلت عشان مش وانا داخل اقوم جاي معور التيشوز، التيشوز تتشد معايا الشفاط ايش ده ويعورها. المهم دي حاجه تكنيكال مش مهمه قوي. لو انا عديت للنوز للميزوفيلت انا ضمنت ايه؟ ان مفيش رايت ولا اتريزيا، اقوم جاي مخرج الشفاط وادخله شمال واشفط بنفس الطريقه، عدى برضه مفيش ليفت كوالن اتريزيا، خلاص شكرا مفيش كوالن اتريزيا، عظيم جدا تمام. وانا بدخل بقى القسطره بتاعتي البيبي هيعطس يا هيكح. والعطس والكح دليل على حاجتين مهمين جدا، ايه هما؟ اول حاجه دول ستيم، دول ريفلكس جاي منين؟ البرين ستيم، ده برين ستيم ريفلكس بالورد كويس، بلس ان الكح والعطس معناها ان الريسبيريشن بقى يبقى كويس، وبالتالي لو كوفينج اور سنيزنج اديله اثنين من اثنين خلاص، ريسبونس تو اكاسيتال ان ذا نوز. لو البيبي عمل كوفينج اور سنيزنج ياخد اثنين من اثنين. طب افرض البيبي ابدا انتعاضه بس، يعني ابدا انتعاضه حتى الاصدار مش عداه لكن ما عملش اكتر من كده خلاص، مجرد بس انه ايه عبسات ها قطر وجهه كشر خلاص ابدا انتعاضه ايا كان، يعني عمل جريماس. فالجريماس يا جماعه معناها التكشير، واحد كشر، لو كشر في وشك وانت بتعمل القسطره نقصه درجه، المفروض كان يفك او يعبس خلاص، يبقى جريماس ريسبونس ياخد واحد. ومن لما يحرك ساكنا كانه عروسه كده ما بتعملش حاجه يا فرصه اكتبي. البيبي الطبيعي لما بيتولد بيكون الماسل تون بتاعته قويه وبيكون جسمه محطوط في وضع انفليكشن. ليه في وضع انفليكشن؟ الوضع الجنيني. ليه؟ لان الرحم طوله 35 سم والبيبي طوله 50 سم، عشان ال 50 يقعد جوه 35 لازم يوطي، ملهاش حد خلاص، هو قاعد موطي بقاله 9 شهور يا عيني، فبينزل ايه بقى؟ متعود شويه، فين وفين ما يفك، ده ممكن يقعد يفك في اسبوعين ثلاثه. ولذلك هتلاقي البيبي نازل ايه؟ فليكسبل، عمال يحرك ايديه ورجليه حركه. لو كان كده، لو كان اكتف فليكشن اوف اول لمبس ياخد اثنين من اثنين. ما هي الماسل تون كويسه معناها ان الماسل كونتراكشن كويس، والماسل كونتراكشن كويس يبقى البلاد سبلاي والاكسجين كويس، هم كلهم مرتبطين ببعض. يبقى لو اول فليكسد واكتف وتمام ياخد اثنين من اثنين. وما لو سام فليكشن ياخد واحد. وما لو لمب اور فلاسيد؟ لمب يعني ايه؟ ها؟ لمب يعني ايه؟ لمب غير لمب، لمب يعني بيعرق خلاص؟ لكن لمب يعرق ده ازاي؟ لمب معناها مرخرخ اتونيك ماشي؟ فلو لقيت العيل مرخرخ خالص ما بيتحركش خالص، تمسك ايديه كده يقوم جاي وقع منك زي الافلام العربي، هو في العربي بيعرفوا ان الناس ماتت ازاي؟ يمسك ايديه كده تقع يقول لك لا اله الا الله الراجل خلص خالص، كان مفيش اي ساين للديس ثانيه غير دي، اهو ده عنده البتاع دي موجود. نوم نديله صفر من الاثنين. اخر حاجه في الاسبريشن، لو العيل بيعيط اطمن عليه. اكتب ريسبيريشن بيعيط اطمن عليه، اصل لو بيعيط ده معناه انه ايه؟ انه بسم الله ما شاء الله خد الهواء على صدره خلاص وحبس الهواء شويه وراح جاي مطلعه لك بقوه عشان يعيط خلاص؟ حلو جدا ممتاز، ياخد اثنين من اثنين. امال لو بيتنفس بس بيركن؟ طبعا يركن بلغه الحضانه معناه نفسه بيقف شويه. يركن بلغه الحضانه يعني المريض دي انا كنت قاعد كده نايم في ماتش جونيور الحق دكتور واد ركن. حاجه جميله جدا، هو حد لاقي ركن اليومين دول؟ ركن معناها ايه؟ ركن معناها ان البيبي نفسه وقف. ده معنى كلمه الركن بلغه الحضانه، خلاص تعلموا اللغه ده. اذا يا جماعه لو ركن شويه كان برادي شويه كان الريجولار شويه ياخد واحد، وما لو ما بيتنفسش خالص في بني ادم هنا في اكتر من ميت شويه خلاص، يبقى ده الريجولار شويه لكن دوت نو ريسبيريشن. اجمع الدرجات وادي له الدرجه النهائيه اشوفها كام، وطبعا لازم تكون ايديا شرطه في الدرجات برضو مش كده يا جماعه؟ يعني اللي يجيب 10 من 10 حلو ده ممتاز، طب 9 من 10 كفاءه برضه مش كده؟ يعني ممكن يكون كل اللي عبره انه ما عطسش خلاص يا عم مش مهم، ملاش على عطسه يعني ابدا تعاضد من غير عطسه، او يكون الاوضه ساقعه بس وايديه زرقاء خلاص مسموح ان البيبي كويس ينقص كام درجه؟ اب تو درجتين، يعني 8 من 10 باص 9 من 10 باص 10 من 10 باص، كل ده تمام. اقل من كده احنا بنتكلم عن اسفكسيا. الكلام ده بينزل في الجيمس كتير جدا. بيبي بورن اللي هارت ريت 120 وسكوير ريت مش عارف 60 وريجولار وجميل ومش عارف ايه، لكنه كان البودي بين كل اكستريمز بلو كان في جريماس وبتاع، يبقى الافضل كام؟ تقوم تحسبه تقريبا 8 خلاص.
left MCQ left. So up the response is كذا كذا. ممكن يوم كامل كملوا لي جابوا لي MCQ تاني. يبقى initial next step is كذا. وهنشوف next step هنعمله. مهم يا جماعة في مشكلة في الأبدر سكورينج سيستم ده سهل وظريف بيتعمل في الدقيقة. أنا بعمله في الدقيقة. أول دقيقة من العمر لازم يكون الأبدر جاهز. الأبدر بيرد على سؤال مهم جدا، هو في أسفكسيا ولا مفيش أسفكسيا؟ ويعاد الأبدر مرة تانية عند الخمس دقايق. ليه؟ لسببين. السبب الأول عشان تعرف البروجنوز. ما لو عند خمس دقايق طلع وحش مازال مكمل وحش، على فكره عند دقيقه لو وحش وتصلح بعد كده خلاص. يعني ياما اطفال بيبقى الابدر بتاعهم واحد واثنين وساعات صفر والله بيبقوا كويسين بعد كده عادي مفيش مشاكل. خلاص؟ مع الاصابه بيفوقوا كويسين، لكن عند خمس دقايق الابدر وحش الواد هيبقى ايه؟ عنده نيورولوجيكال بروبلم بعد كده. السبب الثاني عشان انت بقى يا محمود شوف النظافه، شوف الابدر من كام وبقى كام. احنا عملنا شغل جامد، تمام؟ اذن يا شباب الابدر سكورينج سيستم اتعمل كام مره؟ مرتين، مره عند دقيقه ومره عند عن دي عشان diagnosis of perinatal asphyxia عشان اقوم بخطوات resuscitation، وعند خمس دقايق علشان عشان البروجنوزس. لو البيبي كان من 8 ل 10 عنده asphyxia ولا ما عندوش؟ ده يتعمل له روتين كير. ايه الروتين كير؟ هو انا كنت عملت له ايه؟ كنت نشفته مش كده؟ وحاطط له تحت الدفايه وكنت شفطت له واكمل التشفيط بتاعي واعمل له examination سريع. للحاجات الضخمه يا جماعه، يعني ما ينفعش واحد يخرج منك من اوضه العمليات وعنده لارج بي اس دي مثلا، مش كده؟ ما ينفعش واحد يخرج من اوضه العمليات وعنده اسوفاجيال اتريزيا وانت ما تعرفش. يعني الميجر انوماليز الكبيره المفروض تشخصها في اوضه العمليات، الحاجات الصغيره تعدي على اي حد، مفيش مشكله فيها. خلاص؟ عملت له اكزامينيشن سريع واطمنت عليه ان ما عندوش اي مشاكل الحمد لله، اقوم اعمل ايه؟ اجيب المشبك بتاع السره الاصفر، عارفينه؟ مشبك السره الاصفر دوت هو مشبك بيتحط على السره الحبل السري وبيقفل للمرة الأولى والأخيرة، بيقفل وما بيفتحش تاني لغاية ما إيه؟ لغاية ما ياخد السرة ويقع بيها فيما بعد. خلاص؟ مشبك السرة ديزايند كده عشان مفيش حد إيه؟ يلعب فيه والبيبي ينزف منه، خلاص؟ هو الفكرة إن هو بيتقفل على الحبل السري وخلاص. بنحطه مثلا 4 سم مثلا أو 5 سم من فتحة السرة من الجلد وخلاص، بنحطه على الأمبريكا الكورد، بعد شوية هو بينشف خلية وبيقع. أحط له الأمبريكا الكلام، بعد كده جلس. لازم يلبس البيبي ويطلع على مين؟ يطلع على ست الواد في دول بقى من زمانها خلاص طبعا هي كمان. بس في حاجه مهمه هطلعها من جيلي واديها له قبل ما يطلع على المستشفى. بره الريسوسيتيشن. مصاصه؟ عشان اشوف السايكلينج ريفليكس مثلا. انا قاطع؟ استنيها والله. تحط ايدك في جيبك وتطلع انبول فيتامين كي اطفال وتديهم له وتبريفنت الهيموراجيك ديزيز وزي الغول. ده بوليس في اوضه العمليات بنعملها ده. اي بيبي اوضه العمليات بعد ما اطمن عليه خلاص كارج على مامته وهو بيلبس لبسه خلاص، قوم جاي مطلع الايه؟ انبول فيتامين كي اطفال واديها له عضل في اول يوم من ايام حياته في اول ساعه من ساعات حياته علشان امنع حدوث المشكله اللي اسمها هيموراجيك ديزيز اوف ذا نيوبورن. خلاص يا شباب؟ من 8 ل 10 تقريبا مش عملنا له حاجه، تمام؟ طيب لو كان من 5 ل 7 ايه رايكم في الدرجه دي؟ حلوه ولا وحشه؟ 5 ل 7 مش حلو مش كده؟ 5 ل 7 ده فقدوا درجه تقريبا في كل حاجه ويمكن يكون فقد درجتين في حاجه منهم كمان. فمن 5 ل 7 الاعتبر ان عنده مايلد اسفكس. طب اللي عنده مايلد اسفكسيا يعمل له ايه؟ الواد اللي عنده مايلد اسفكسيا ده غالبا نايم على نفسه شويه شويه عايز يتصحصح بس. فصحصحه مش كده؟ اشفط له تاني لان التشفيط بيوجع شويه فيمكن يصحصح معايا واحطه قدامه فري اوكسجين واعمل له تاكتايل ستيموليشن. طب الاول يا جماعه بالنسبه لموضوع الفري اوكسجين هناخد حاجه ان شاء الله مع بعض في هذا الشابتر ان شاء الله اسمها ميثود الاوكسجين ديليفري. ايه هي الميثود اوف اوكسجين ديليفري؟ يعني ممكن احط بينه تراكيه تيوب بفيس ماسك بهيت بوكس. في طريقه ان انا ما احطلوش حاجه خالص بس احط خرطوم اوكسجين او اسطر اكسجين جنبه بس فيخلي الهواء المحيط بيه مور اوكسجينيتد عن اليوجوال. واليوجوال كام في المية اوكسجينيشن؟ كام؟ الهواء الجوي كام اوكسجين؟ 21 طبعا. ولو كان 20% كنا كلنا قلنا 21 ستريكتلي ده بيعيش البشر، لا اكتر يبقى توكسيك ولا اقل يموتهم من الهيبوكسيا. 21 بالظبط.
خلاص. هو محتاج اكثر شويه لانه in a state of asphyxia، فبحط اكسجين قدامه فينعمش الهواء اللي قصاده بس مش اكتر من كده. تاني حاجه الواد عايز يتصحصح شويه، هقوم جاي ايه دعك له بضهره خلاص، مخبط له على رجليه خلاص، عايز اعمل له شويه بين خفيف خلبين يوم جاي ايه يصحصحه حبه. طبعا الطريقتين دول مش قد كده بصراحه، لا انت ما بتخيبش. لا 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 انت بتعمل ايه؟ هروح نديله القلم. لا في طريقه ثانيه ما بتخيبش. طبعا يا جماعه وانتم في شهر يناير نحس في دلوقتي واحد مثلا خد قرار عنيف بانه استحمى ماشي، عارف تحت الميه السخنه جه خص صغير فتح الميه السخنه في اي مكان تاني في البيت بتحصل؟ خلاص ايه اللي هيحصل؟ هتنقل الميه 9 مره هتخرب صح؟ دي انا عايز اعملها لهذا البيبي، لو عمل دي خلصت الحكايه. فانا ببساطه شديده في عندي ازايز محطوطه ترميه في العمليه كتير مفتوحه، اقوم جاي ماسك ازازه من فوق حاططها 10 15 اقوم جاي كاتبها عليها. فالواد يعمل ايه؟ يعمل دي. حصل ايه بقى؟ لونه يحمر، الاكتيفيتي هتزيد، هيبدا يروح حيلك. خلاص اهلا بك من 8 ل 10 8 10 افضل ايه؟ طيب اذا يا جماعه من ضمن الطرق اللي بنعملها من ضمن طرق التاكتايل ستيميليشن ان ارش عليه ميه، ورش الميه زي ما انتم عارفين از ريسبيراتوري سنتر ستيم. فري اوكسجين تاكتايل ستيميليشن ده لو كان من 5 ل 7. طب من 5 ل 7 والواد يعني انجاز التعبير جميل لك، ترش عليه ميه ما بيصحاش، تحط له اكسجين ما بيصحاش، تخبط له تنقر له تعمل اي حاجه مفيش، نعتبر انه مدرك. لان يا جماعه يعني لو كان مايلد اسفيكس وانا عملت له الحاجات اللي ديزايند ان المايلد اللي يفوق عليها وما فاكش اعتبره مودريت. يبقى امتى هعمل الميجرز اوف مودريت اسفيكسيا؟ مايلد وما استريحش، او لو هو من الاول مودريت، واللي من الاول مودريت بيكون الافضل بتاعه من 3 ل 4. واظن 3 ل 4 بقينا كريتيكال بقى. في حاجات فقد منها درجتين ومعظم الحاجات فقد منها درجه. كده دخلنا على خط، احنا قربنا كده من كارديك الريسك، ولذلك ان الافضل بتاعه مجموعه الكلي من 3 الى 4 لازم يكون في ميجرز اعمق شويه. هعمل سكشن مره ثانيه للسكريشن، بنعمل انشورنج للكلام ده، وبعدين بحط له الاكسجين تحت ضغط، فبستعمل ما يعرف بالامبو باك اند ماسك فنتيليشن. امبو باك اند ماسك فنتيليشن. ايه بقى الامبو باك اند ماسك؟ اصل الاول مش عارفين شفتوها مش كده؟ العمو يا جماعه از اسيلف انفليتنج باك، الماده اللي مصنوعه منها ماده طريه لو ضغطت عليها وسبتها ترجع تاني لوضعها الاصلي ماشي. العمو باك زي ما انتم شايفينها في الرسمه بالظبط كده، بوصلها بسورس اوف اكسجين، وبعدين في منها مخرج الاكسجين طبعا بيدخل جواها بيملاها خلاص، وبعد كده ممكن يخرج منها لما انت ايه؟ لما انت تضغط عليها، لان يعني هي بتخرج بالضغط بتاعك لكنها بتملى نفسها بنفسها، فيسموها سيلف انفليتنج باك. المهم المخرج بتاعها ده ممكن اركب فيه حاجات كثيره، ممكن اركب من ضمن الحاجات اللي ممكن تركب فيه الماسك. يعني ممكن اجيب ماسك بتاع نيونيت واركبه فيها بحيث يتحط على الانف والماوس بتاع البيبي. طبعا يا جماعه المخرج بتاع الامبو باك فيتد مع كل الريسبيراتوري ديفايسز. بمعنى ايه؟ يعني لو انت عايز تركب ماسك هتلاقيها فيتد عليه، لو عايز تركب اندو تراكيال تيوب هتلاقيها برضه فيتد عليه، يعني الحاجات دي متصنعه بحيث انها تعرف تركب ايه في بعض لما تحاول تستعملها. فهتجيب الامبو وتركب فيها ماسك وتبدا تشتغل بقى. باك اند ماسك انتريشن. انا طبعا بعمل ماسك ده ازاي؟ بحطه على الماوس والنوستر اللي في بيبي، بيحوطهم هما الاثنين، طبعا مفيش حاجه اسمها احط الماسك على الماوس بس او على النوز بس، مش كده؟ عشان البيبي ما ايه؟ ما ينفذش. فكروا فيها كده؟ الهواء يدخل هيقوم يطلع لك من مناخيره مره ثانيه، تيك كير، هتحطها على بقه وعلى مناخيره، وتعمل سلايد اكستنشن للنك بحيث ان الاير واي يبقى فاتح، وبعدين تبدا تنفخ، طبعا تنفخ جدي، طبعا الريت 40 في الدقيقه، لان ده اليونيت محتاج ريسبيريشن كتير، وتنفخ جدي. جنتلي يعني جنتلي، لان البطنه عندهم طرق ثانيه للتنفيخ. عارفين البطنه بيعملوا ايه؟ مش كده؟ هو عندهم البتاع دي زي البطيخه بالظبط في الحاجة او اكبر شويه، خلاص؟ ثانيا بيحط العين على الارض خلاص؟ وينزلوا والامو بقى يمسك بايديه الاثنين خلاص؟
وبالتالي لان البطن عندهم الموضوع ماشي حاجه ماشي حاجه. انا عندي يونين كيلو كيلو ونص 2 كيلو على حسب يعني بريما كيلو ولا فول بيرم خلاص ما اقدرش اعمل الكلام ده معايا. فانا بمسك الامبو ما بين 70 ونبه او 70 مصابع او 3 مصابع ديبيندنج على الويت. يعني في اليوم الريسوسيتيشن يقول لك عدد الصابع يحدد بالكيلو جرام. انا بقى وزن كيلو صابع وصابع خلاص في 2 كيلو ب 70 مصابع. اهم حاجه بتنشور ان يبقى النفس ايه داخل شحن ويبقى عينك على الشيست وول تشوف بتحرك معاك كويس ولا لا. ببساطه شديده جدا خلاص هديله هواء تحت ضغط قوة يدوب 30 ثانيه من اقوى للعين الاحمر لونه اتحسن الهارت ريت زاد السكريشن بقت الامور كلها بدات تتحسن. الموضوع ده بقى رائع جدا يا جماعه والافكت بتاعه كويس. الكومبليكيشن الوحيده اللي هي النيمو سوركس لو انت ما كنتش ظابط ايدك خلاص ايدك بتظبط مع الوقت. يعني كل الناس لازم يحصل معاها سوركس مره مرتين تنفع كل واحد بقى وظروفه يعني خلاص. لكن بعد فتره من الوقت بتاخد خبره وايديك بتظبط تعرف ازاي تدي النيوريت اللي هو محتاجه بس. طيب لو الهارت ريت كان اقل من 60 رغم انك استعملت الامبوباجند ماسك لو الهارت ريت كان اقل من 60 رغم انك استعملت الامبوباجند ماسك ساعتها يعامل الطفل معامله الكارديوثيرابيست خلاص. يبقى نعمل له كاردياك مساج او اكسترنال تشيست كومبريشن لان هو الاصل عنده 120 140 فكله اقل من 60 كده داخل على الكاردياك اريست كده البلاي يبقى شديد جدا كده البيبي محتاج ان يتعمل له كاردياك مساج. يبقى لو متعادل 10 نعمل له ايه؟ ولا حاجه بصراحه مش كده؟ نشفناه ولبسناه وركبنا له البتاع وغيرناه له زي الفل وحول الفيتامين كام اللي بعده من 5 ل 7 نعنشناه بالفري اوكسجين شفطناه له وعملنا له تكتايل ستيميليشن من 3 ل 4 لا اتعمل له حاجه اكتف جدا هي الامبو بجر دماسك ولو كان اقل من 60 بنعمله معامله كارديك اريست ونعمل له كارديك مساج. في اللي دي موجوده في الكتاب هي جاي ذكرها في الريسبيرات ستريس في اخر الشابتر ان لو واحد كان عنده موجوده في الفيديو ده لو واحد كان عنده كونجنتال ديافراجماتيك هيرنيا ممنوع الامبو بجر دماسك هنعرف هتعرف ازاي وليه كلينيكال ليها منظر كلينيكال خلاص وليه ما بنعملهاش وهنعمل ايه الكلام ده جاي ذكره فيما بعد ان شاء الله. طيب الحاجه اللي بعد كده لو كان البيبي من صفر لاثنين ايه رايكم في خطوره الموقف؟ صفر ده يكاد يكون او ربما يكون فعلا ستيل بيرس مش كده؟ عشان كده لو من صفر لاثنين محتاج ال A B C D supply. لو من صفر لاثنين محتاج ال A B C D supply. A airway B breathing C circulation D drugs. A airway breathing circulation drugs. طبعا الدي دي طبعا يعني كل مكان بيحط له واحد بيروح يقول لك دي ديسابيليتي والسهوله دي ديكسيفيكيشن خلاص. احنا في الاطفال دي بنحط درجز على اي حال يا جماعه الايه ايرواي مفيش مجال للهزار. انت بتتكلم عن كارديال ارست فلما انا بستعمل امبو باجند ماسك الهواء 50% منه بيروح لللنج و 50% منه بيروح للاستومك تمام لان الاورضه اللي في التراك فاتح على بعضه. انا عايز انشور ان يكون 100% من الهواء اللي انا مديه رايح لللنج وبالتالي لازم اركب اندوتراكيال تيوب. عشان كده لازم يكون عندك الاندوتراكيال انجيوبيشن سيت في اوضه العمليات ولازم يكون نايم الاطفال بيعرف يركب تيوب. عشان كده ما بنحطش نايم اطفال في الحضانات الا لما يكون اكسبيرينس بشكل معقول في الاندوتراكيال خلاص. هيركب تيوب رقم 2 بريزنج هيديله الهواء ازاي بعد ما ركبت التيوب براحته. يا اما تركب التيوب في الامبو خلاص يا اما تركب التيوب في جهاز تنفس صناعي لو في جهاز تنفس صناعي فاضي في العمليات. تتخيل انت فيه انسى انا عندي كام جهاز خد العمليات فيها جهاز واحد مين محطوط عليه؟ ست الوالد مش كده؟ هي ايه في القيصريه دلوقتي اذا في اجهزه فاضيه سوق دايما بنوصله على مين؟ على الامبو بس نكون مركبين اندوتراكيال تيوب. سي سيركيوليشن سيركيوليشن هنعمل ايه بقى؟ هنعمل اكسترنال شست كومبريشن او ما يعرف بالكاردياك مساج. الاول انا عايز اسمع لكم فكره الكاردياك مساج. ايه الفكره؟ ايه الفكره؟ يا راجل اه يا جماعه حد يفتكر انت لما بتعمل كارديك مساج بتخبط على الهبطه بتصحصحه هو حد يكون فاكر كده؟ هو فكره الشيست كومبريشن حاجه واحده ان انا بعمل سكويزنج للقلب بفضي الدم اللي جواه ولما اشيل ايدي وقت اعمل دي كومبريشن
هو يفتح لوحده ويسحب الدم من التشوز عامل كده يكون اول باب بيفضيها وتفتح تاني يعني وكانك تقوم مقام الكارد يكون ترتلج خلاص هو حد يفتكر ان لاي علاقه بالكونداكتنج سيستم او ان انا بصحصح القلب او بتاع وبالتالي انت محتاج قوه في اداء الاستمرار للشيست كومبريشن انا عارف ان انتوا خدتوه في البامب وعارف ان انتوا عارفينه كويس بتحط العين على صدر هارد سيرفيس مش كده وبتشدك ايديك الاثنين في بعض خلاص ويكون ايديك الاثنين دراعاتك مسروقه ما ينفعش ان يكون ايديا متنيه وانزل بالحركه بتاعتي من الجسم خلاص وابدا اعمل الريسوسيتيشن وكان يقولوا ان فراكشر ريد از ا ساين اوف جود ريسوسيتيشن طبعا ما عادش الكلام ده ليه مش لازم نكسره يعني عشان نثبت ان احنا ايه ان احنا عملنا الواجب معاه خلاص لكن البيبي اظن استحاله تضغط على الاسترما بتاعته بالطريقه مش كده وبالتالي احنا الشيست كومبريشن بالنسبه لنا يا شيخ احنا يا جماعه صعب جدا ان احنا نعمل كده خلاص ده حماده على فكره بس ان المسيوم حماده صح لا حماده ايه الموضوع ده نوصل للموضوع المهم مستقبل ماشي المهم يا شباب احنا بيعتمد طريقه الاكسيديشن على حاجتين هل انا عندي ايد واحده ولا اثنين ايد واحده فاضيه للشغل ولا اثنين فاضيين للشغل خلاص ليه يا جماعه لان ممكن ايه الثانيه تكون بتعمل تنفيخ بالاول شغاله مش فاضيه وبالتالي يبقى كل الابيله اللي عندي ايه ايد واحده لكن لو انا في حد بينفخ من ابو معاكم مريضه او دكتور تخدير او دكتور زميله شغال بينفخ وانت ايديك الاثنين فاضيين يبقى يفضل تستعمل ايديك الاثنين هتستعمل ازاي انا من الاول قوم جاي حاطط ايديا الاثنين ورا ظهر البيبي خلاص عملت ليهم سبور ومش محتاج هارد سيرفس وبعدين قوم جاي حاطط الثم على اللور بارت اوف ذا سترن والثم الثاني فوق الثم الاولاني وبعدين ابدا ان انا ايه اعمل الكاردياك مسج خلاص الصم دي اسمها ايه اسمها هاند انسيركلينج ميثود ودي الطريقه المفضله اسمها هاند انسيركلينج ميثود انسيركل حوط يعني في تشست يبقى الهاند انسيركلينج ميثود خلاص طب تاني حاجه لو كان عندك ايد واحده سواء مفيش غيرك في العمليات او قضاء وقدر يعني كان في اثنين ثلاثه بس المشكله ان في تريبلت او توينز جايين طبعا لو شفتوا يعني كل العمليات بتاعت البيسبو في اليوم اللي هو سبت واثنين واربع في مستشفى الجامعه هتعرفوا ان لو حطوا 10 مش هيكفوا خلاص يعني اليوم مثلا بتستخدم فيه 100-120 ضيف ما شاء الله خلاص فوانت ده غير اللي اتولدوا في التاكسي غير اللي اتولدوا تحت قبل ما يلحقوهم يطلعوهم كلام ده كده لو طلع راس الدواسه بالاحبالات والسودا خلاص اللي انت خدتهم فوق خلاص في هذه الهلومه الرهيبه طبعا استحاله انت عندك رجل الدين فاضيه استعمل الطريقه الثانيه بتجيب صينيه الطوارئ حاجه اسمها صينيه تحط البيبي عليها على الصينيه تمام ده الهارد سيرفيس بتاعك وبعدين بتجيب صبعين على اللور ستيرن وتنزل بالصبعين خلاص تو فينجر ريسبت يبقى عندي كم طريقه هاند انسيركلينج او تو فينجر ريسبت بتاع فيهم ريسبشن خلاص طبعا بيبقى سريع يا جماعه 100-120 والريسبيريشن ريت قلنا 40 الاثنين دول بالتزامن مع بعض طبعا اخطار كتير جدا بتفوق على الكلام ده خلاص اللي عنده كارديك ارست بتخلي الممرضه طبعا صيد الطوارئ جاهزه والادويه جاهزه نبدا ندي ادويه ايه الادويه اللي هنديها تعالوا نشوف يا جماعه ايه الادويه اللي موجوده عندي صيد الطوارئ وهل منها ايه عندي صيد الطوارئ يا جماعه بيكون فيها ادرينالين مخفف وادرينالين مش مخفف وادرينالين مخفف وادرينالين مش مخفف وبيكربونات مخففه وكالسيوم كلوكونات وبيكون فيها ساعات وسط العمليات نالوكزون وممكن يبقى معايا دوامين ممكن معايا شويه جلوكوز على ملح كده خلاص الصينيه مليانه واحد ادرينالين اللي بنفهم اويل باي كربونيت والازرس زي النالوكزون النركان والاتروبين والكالسيوم جلوكونيت وما يستجد ممكن صيد الطوارئ تسيع اكتر من كده على حسب الحاله دول البيزك فيرست فود يا شباب اهم دواء طبعا هو الادرينالين يعني اهم دواء في دواء الطوارئ رقم واحد اللايف سيفنج دراج هو الادرينالين طبعا انا عارف ان انتوا في البطن سيجري كارديك ريسك خلاص
او خدتوه يعني بغض النظر عن انت عملته معايا. الكارديك ارست بالبطن قال لك لو واحد كان عنده كارديك ارست لازم تعمل له اي سي جي او تحط على المونيتور ويشوف شكل الاي سي جي عامل ازاي صح. لو لقيته كان كارديك ستاند ستيل هو ايه فلات اي سي جي يعني اسس تول يعني كنت بتديله ادرينالين. اما لو كان بالتريبل فايبريليشن شكل كان الكارديك ارست كنت بتعمله اي سي جي خلاص. قال له الكلام ده الالجوريثم بالبطن اللي موجود في اخر الكارديك خالص تمام. طيب احنا ما عندناش في النيونيت دي كل الكارديك ارست في النيونيت سببه ريسبيراتوري وبالتالي كله بياخد ادرينالين من غير اي سي جي. دي ميزه. اقول الكلام ده ليه؟ عشان لو حد مذاكر ارست حلو خلاص بلاقيهم لاقوا منهم زنانه ولا كده يقول لي انت اشمعنى على طول عملت ادرينالين من غير ما تشوف هو كان ايه بالظبط من غير ما تشوف الباترن بتاعته في الاي سي جي. الادرينالين بوظ الدنيا هنا ولا ما عنديش غير الاسس تول فالادرينالين هيجيب نتيجه مع كل الحالات ان شاء الله. انا هدي الادرينالين هدي ازاي؟ اختار يا جماعه هدي انترافينوس ولا اندوتراكيال ولا انتراكارديال؟ انترافينوس ولا اندوتراكيال ولا انتراكارديال؟ طبعا يا جماعه كل الطرق متاحه كل الطرق متاحه. افضل طريقه الناس بتستعملها الانترافينوس خلاص. واحد يقول ازاي واحد شوت وقرسني واليونيت كمان سيبك من الكلام ده كله وتقول لي انت رافين سؤال ده اسهل حاجه في الدنيا. انت عندك بسم الله ما شاء الله ماسوره بص بوصه فتحه انت حاجه اسمها الامبريكال دي تقطع بقى الامبريكال ستامب قطع حلوه كده يقوم يظهر لك امبريكال بين قد كده واثنين امبريكال ارتس. ركب يا عم قسطره مش هقول لك ركب كالي ده انت بتجيب قسطره سته بتاعت التشفيط بتاعت الراي تقوم جاي مركبها كده بسهوله خالص. اندر فيجن سهله جدا تخش سنه خلاص كده. انت بقى عندك فينوس لاين مش اي فينوس لاين سنترال فينوس لاين لان البوردل داخل على الفيوفيناتيف على طول بعد الليفر وبالتالي انت كده في سنترال عشان كده يقوم جاي مدي الادرينالين بتاعه. في طريقه ثانيه ان انا ادي اندوتراكيا اجيب الادرينالين اللي انا عايزه بس هيبقى مش مخفف مركز واحقنه جوه التراكيه وبعد كده يعني اقوم جاي في الاندوتراكيا تقوم حقنه وبعدين اركب الامبو وانفخ بحيث اوزع الادرينالين على اللنج. ده بيعمل ايه يا جماعه؟ ده بيوصل الادرينالين للبلمونري سيركيوليشن ويكون تاثيره وكانه انتراكارديك خلاص فيري افكتيف ومالوش اي مشاكل خالص. يبقى يستعمله انترافينوس ماشي الحال، استعمله انتراكارديك برضه ماشي الحال، استعمله اسف انتراكارديك ماشي الحال، استعمله انتراكارديك كنا زمان بنعملها بصراحه ما حدش حد يعمل انتراكارديك، احنا عملناها ايام زمان في اول نيابتنا لكن دلوقتي ما عادش حد بيعملها ولو انه افكتيف برضه. ولو في ايمرجنسي كونديشن مع حد كبير مش عارف تركب تيوب هوا ممكن تدي انتراكارديك عالي وتجيب نتيجه كويسه. انا فاكر المواقف العجيبه اللي الواحد لا ينساها ابدا في حياته بعد ما خلصت سنه سته وكنا امتياز وكده في بعض الناس حبوا يطلعوا رحله. بايكربونيت ليه بدي بايكربونيت؟ عشان الاسيدوزس خلاص اللي بيحصل سواء ميتابوليك او طبعا هو ديزاين ميتابوليك. ثالث حاجه الادروبين هتلاقوا الادروبين والكالسيوم كلوفونيت في الكتاب محطوطه جنبهم علامه استفهام وعلامه تعجب. ليه يا جماعه؟ اولا الادروبين احد المكونات الرئيسيه لصناعه الطوارئ لكن استعماله قل جدا جدا دلوقتي. ليه؟ لان الادروبين فيه مشكله كبيره. هو افكت في ايه بالظبط؟ في الهارت بلوك صح؟ هو الهارت بلوك كومن اصلا في اليونيت؟ لا مش كومن. الكومن المشكله ريسبيرات. طيب ولا في التشيلدرن حتى في الادلت مش هو السبب الرئيسي للارست اكيد يعني في ايه اشهر منه. طب الادروبين هل ليه سايد افكت انك تستعمله؟ بيعمل دايليتد فيكسد فيوز فممكن يخليك تشخص الموت بغلط. ما احد الكرايتيريا تشخيص الديس دايليتد فيكسد فيوز احد البرين ستيم ريفلكسز ممكن يخليك تشخص الموت بالغلط. تقوم ده العيان ده مات كلينيكي عارفين الكلمه دي؟ خلاص ده مات خلاص بينزل المشرحه ويجيبه لك بعد نص ساعه يبقى شكلك وحش جدا خلاص. ولذلك يا جماعه الاتروبين ما عادش حد بيستعمله الا وين انديكيت لو انت عارف ان الحاله فيها هارت بلوك ودي حاجات محدده في طب الاطفال مش موضوع خالص. بالنسبه للكالسيوم جلوكونيت احنا ليه كنا بنستعمله في الطوارئ؟ خد بالك من كلمه كنا دي ليه كنا بنستعمله؟ هو الكالسيوم جلوكونيت كنا بنستعمله لسبب لان الكالسيوم ده كان بيحسن الكارديك كونتراكتيفيتي من بوست كيلو دروب خلاص. ولكن الكالسيوم انجكشن ليه مشكله لما يكون البرين فيه هايبوكسيا بيزود البرين ده مش يعني لو البرين فيه هايبوكسيا كونك ترفع الكالسيوم ليفل في الدم
ده بيزود الانسيدنس اوف برين دامج، وبالتالي محدش عارف يستعمله. موجودين في صناديق الطوارئ وكل حاجه، معززين مكرمين، لكن لا يستعملوا الا في وجود يا هارت بلوك يا هايبوكالسيميا. تاني، لا يستعملوا خلاص في وجود الهايبوكسيا بيزود البرين دامج، في وجود الهايبوكسيا بيزود البرين دامج. تمام. تاني يا جماعه، دول الادروجين والكالسيوم جلوكونيت يستعملوا في وجود بس مش عماله على الطوارئ. اخر دواء هو النالوكسون، ده مهم جدا. النالوكسون او النارتان اللي عارفين طبعا مسموم كويس جدا. نعم، النالوكسون ده لو بيد اندجونس، لما حد يكون عنده فوبيا او في بويزنج. طب هل ممكن الام يكون عندها حاجه زي كده؟ اه يا جماعه، لو احنا كانت ايه؟ ها؟ كانت ايه؟ كنت لا، واحده كان عندها تسمم حمل وكانت بتتشنج، فبالتالي جاء دكتور النساء، دكتور ان يديها مورفين بسرعات كبيره عشان يهديها عشان ما يموتش والبيبي كمان يموت. خلاص، فنزل البيبي تحت تاثير المورفين نايم على نفسه والفاتر سنتر واقف، فبتصحصحه بس مش اكتر. خلاص، اما لو واحده مدمنه ما بنعملش الكلام ده ابدا، لان المدمنه البيبي بتاعها كمان يموت لانه اتعرض لدوز لفتره طويله من المورفين. وبالتالي ما ينفعش ان انا اديله نالوكسون ولا يحصل له ازدروع سنتر ويروح منك، ممكن تبقى سيبير جدا، وبالتالي هيبقى الحل يا زكريا انت عارف. خلاص، بنديله شامة صغيرة، بنديله فنتانيل. فعلا بنديله فنتانيل، انا عارف فنتانيل ده احد المورفيا، احد الاوبيتس القويه جدا. بنديله فنتانيل بنعمل له جرجر بالدروع فيما بعد. خلاص، لكن احنا بنستعمله لما يكون الام وحده لغرض طبي وليس لغرض الانتاج. A airway, B breathing, C circulation, D drugs, adrenaline, vitamin, naloxone. أهم الحاجات اللي موجودة في السرير.